الصدر يخاطب القضاء بشأن حل مجلس النواب وائتلاف المالكي لا انتخابات مبكرة أو حلا للبرلمان دون تحقيق شروطنا. ولجنة الصدر تصدر تنويها بشأن صلاة الجمعة المقبلة. ووزير الصدر يوضح حقيقة الأنباء عن التصعيد المرتقب وتشكيل حكومة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. مطالب تظاهرات تنطلق يوم الجمعة. السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء مجلس القضاء الأعلى بشأن حل البرلمان، مؤكدا إن حله لا ينحصر بانعقاد المجلس وأدناه نص التغريدة باسمه تعالى. ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسها، كلا، فإن فيه كتلة متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يرضخوا لمطالب الشعب بحل البرلمان، بل أقول إن حل البرلمان غير منحصر بذلك. ومن هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيدا عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تكن فاسدة فهي أما قاصرة أو مقصرة. نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل فيه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية عليها خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقا. وخلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء، وسيكون له موقفا آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى. ونطلب من الثوار جميعنا ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة. فمن الواضح أن القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات، فإني على يقين إن كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح، والله ولي التوفيق. المواطن مقتدى الصدر. فيما أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي اليوم صعوبة إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة دون تحقيق عددا من الشروط. وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي إن الذهاب نحو الانتخابات المبكرة يتطلب تحقيق عددا من الشروط، ودون تحقيق تلك الشروط صعب جدا اتخاذ هكذا خطوة خلال المرحلة المقبلة. وبين النائب إنه من ضمن تلك الشروط إعادة جلسات البرلمان للاتفاق على قضية الانتخابات المبكرة من خلال تعديل قانون الانتخابات وإجراء تغييرات في المفوضية وتشكيل حكومة جديدة تكون هي مكلفة بمهام إجراء الانتخابات المبكرة، ودون ذلك لا يمكن إجراء العملية الانتخابية. أصدرت اللجنة المركزية للتيار الصدري اليوم الأربعاء تنويها بشأن صلاة الجمعة المقبلة. وذكرت اللجنة في بيان لإدعاء الواجب الشرعي طاعة لله سبحانه وتعالى ووفاء لشهيد الجمعة، ستقام صلاة الجمعة المباركة قرب مخيمات الاعتصام وللثائرين المعتصمين حصرا. أصدر صالح محمد العراقي وزير الصدر اليوم توضيحا حول وجود توجيهات بالتصعيد خلال الأيام المقبلة. وقال صالح في تدوين له بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
إن ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام من تصريح لصالح محمد العراقي غير صحيح، ولا يوجد أي تصريح أو تعليق لصالح العراقي عبر حساباته الرسمية. وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل تداولت تعليقا لصالح محمد العراقي يشير فيه إلى التصعيد خلال الأيام المقبلة حول القصر الرئاسي، ويوجه بانتظار التعليمات من اللجنة المنظمة. كشف الأمين العام لحركة نازل أخذ حق الديمقراطية مشرق الإفرج اليوم الأربعاء عن المطالب الرئيسية لتظاهرات يوم الجمعة التي دعت إليها بعض أطراف تشرين. وقال الإفرج في تصريحه إنه سيشترك بهذه المظاهرة جزءا من حركات تشرين، وكذلك حركات سياسية مدنية ومنظمات ونقابات. وأضاف إن مطالب هذه التظاهرة هي تشكيل حكومة بغض النظر عن شكليتها، تقوم بإجراء انتخابات مبكرة، ويقع على عاتقها بعض المهام كمحاسبة قتلة المتظاهرين واستثمار الفائض المالي لرفع العبء عن كاهل المواطنة. وتابع إن المظاهرة ستنطلق يوم الجمعة في ساحة الفردوس ببغداد الساعة 6 مساءً.